وحتى عرقض حكوب بيجنتهي كوي صدن كبش كوباد جناي سنة كعصب لبكون كوي لبطن قد بدأ وراك ساكن دين هنكو دوغوا وين وحكم ذا حق علوس أو كساب سن مدحونياش قار قار جود لو إيه لفت جرين أو كعج جديد يفلنت الدلب كجي مد في الصوماليا هذا الدلب كاسي محوي هاي محاس كجر إن مدحونها الصومالي محمد عبد الله فرماجو وكو على عليه حبناها مع ملذة كا كونفرج البيت قل مدوق يهير شبل حق حساس يعيان ذك جهينا هذا بدأ نكلا ساكن وحكم النقندونا محو مدحوين فرماجو الجديد إن دولدة فدرال كإمام القبلية جدا أي كوكول مان مقالدة عاسمة دا مقدشو محا كجر إن مدحوينها سوماليا وسببا من الدرتد شركة سؤوري جي مقالدة دو سمرابة عاسمة دا مامولك قلمدو عبد الرحمن عينت وزيركي هرأي قرشينتا سوماليا أو قوانكي مدحوينها سوماليا وكشاعيي شركة دق دق أه كوت الماما إنو يهي قوان قر إسكتور نماء إي دولدة كينيا أو مركلة بينيسي إذن كغتي مد دولدة فدرال كي سوماليا قد بداس يقوى كلا أياد كدا وندون تان وراركي نساكي فضلاً هديا دي نقو عصبتاي نقو صابير سياد وشحوغا هاي ورارك غاركاي أعلاب هالكان أنسوق قلونا مهد سنيدين وحانكو باللابا ياساكي حوكو سابسان مدحوانياشا معمول قبلية ديدا كونفور قلبيت قل مدوك هير شبال نماك اللوكال مقعابا قورقور قود لاو إيه لفت غرين أيا وحا إسكاد ديدين أما بايكبية ديدين فولينتا الدلب حساسي أو كغي يميد فلا سوماليا معاملادا قل مدوك هير شبال إيه كونفور قلبيت سوماليا أيا وحاي كعج جيدا يان سيدا حوغه وسان كوهل إنو فولينتا أو أمير كغت ميد مدحدا أغسر رئيس الدولادا فدرال كي سوماليا غارهان مدحوينها دالك محمد عبدالله فرماجو غو أمداسي أو مركاسي كو آدن أريمها دورشوين كي سوماليا رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كي سوماليا مدن محمد حسين روبلي أو فولينة يغو أمدا فيلا سومالي كو وجهان قباشادا دورشوين كي دالك يا أشيغي مدحدا معمولادا إنه كشقيان قبشادة دورشادة حلبانة اللبادة قلي بارلمان كفدرال كأه سوماليا مدحوينيا شكالة أحمد عبد كاري قورقور علي قودلا وحسين يمدحوينها كونفور قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفتقرين أيا لغو ورقلي إنه دقن قليان قو آمد أو حكومة مركز كو جهان قبشادة دورشادة حلبانة اللبادة أقل أو ولي لغو مرسيني هاي مدحدة سدحدة معمول او هشيس دولا فيلا سوماليا ايا كعج جيدا يا قباشادة دورشادة حلبانة اقل كسره او لغولة بلمي اني كبل لابان عاسمدها مامولادا سيكوهر انتا ان هشيس لغا غارين دورشادة سوماليا او قلاف حوغن وكتاقن يهي هقام ياشا مامولادا سيو عداد اسكالاكول مي مرشحين تا معارد كا ايا بيش عالم كا ايا نولي سوغد بن ليس كا مرشحين تا اتاقن كراس تحلبانة اقل كسره بارلمان كفدرال كا سوماليا حاجة جيد كسدح ده معمول قبلات أي عقبات وين كنا قديمة تحتوية ده سوماليا أو دون يسي إن دورشاد اللي باللابو سي أغفة داتو إن مدح ده بنتلان يتشبالان لغو درقيو قباشاد دورشو أو أي سي وين مركاسي أغهوري مادين مدح ده معمول ده بنتلان يتشبالان سعيداني إي أحمد مدوبي وحانا أرنتان أي مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو كو قصبتي إن أو كدواقو شير دق دق آه أو أي سوي مادان مدحدة دولدة فدرالكا إيو كو حبناكا فدرالكا لين عكلا وحينو إيجينا سببتا مدحوينها سوماليا ومركاس أوديدة إن دولدة فدرالكا إيو مامل قبالي ديدة كو كلمان مقالدة مقدشو سي أي أشيران إسلام رهانتان شيركاس وغوي إي أمابا وغو علامي إن لغو قبتا مقالدة دو سمريب مدحوين فرماجو ايا اوغسو هرجستي ان مقدشو لغو قبتو شركة مدحدة دولدة فدرالك ايا مامل قبلية ديدا سيهو غانك بنتلان يوچوبلان اي سان فرصاد اوغو هلين ان اي مركاسي لشران مرشحين تا اي بلشادة عاسمة دا سيدا الى وريديو لو قاتينا اي ورباهين تا اوشيغان انتي او سعودي ايا كدب شراركي سبتمبر اي مقدشو كو ياشان مدحدة دولدة فدرالك ايا مامل دا هوغانكا دولد قبلية ديدا ايا بندقية سياسة ديد وحايكا سمينة ين عاسمة دا فيلا سوماليا ايا اموقاتا متكو فكريسا ان ايسان سيداسي ديب دنبي ادعين اسلاماركانا ايسان مرشحين تفرصدو هلين ان اي لكولمان هوغامياشا اما مول قبلية ديدا دالكا مدحوين فرماجو ايا كدب عداد اسكغي يمد وكيلادا بيش عالمكو وحو مركاسي سبتدي شلايت اعلاميي إن كودا إلا إيا سدح دا فبروري ودوسام الرايب مركاسي كاقب سومو شركة ودا تشيق دولادة فدرالكا إيا ما مولادة
si ay safgarad uga gaaraan khilaafka doorashada warar lagu kala soonaan karo oo markaasii aan helnay ayaa waxay sheegayaan in farmaajo uu kalkii hore damacsanaa in baydhabo ku qabsoomo shirka balse ay ka biyadiideen saaxiibada caalamka oo ku talisay in wadahadallada ka dhacaan magaalada caasimadda waa magaalada ee caasimadda waa waddanka Muqdisho sida markaasii faahfaahinada ay cadeynayaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo xiriirka kala dhaxay fil Soomaaliya uu soo wanaagsaneen ayaa kamid ah dhinacyada su'aasha geliyay heerka isku halaynta amaanka magaalada Soomaaliya markaasii Muqdisho shirka wadatashiga ee madaxweynuhu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada waxa saldhig u ah heshiiskii September 17-deedii 2020 laga gaaray hanaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya qabsoomidda shirkan ayaa ka dambeeyay kadib dadaallo dhowr ah oo wakiilada beesha caalamka ay sameeyeen maalmihii la soo dhaafay madaxweyne farmaajo ayaa si weyn uga soo horjeedo in uu mar kale ee miiska wada hadalka la fariisto madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo diidmo xoogan ka muujiyay guddiyada xukuumadda ee shaacisay ciidamada ay geysay gedo iyo qaabka ay u qorsheysay in lagu soo xulo wakiilada Soomaaliland ku matala baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kalena wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya ee Cabdiraxmaan Cayntaha ayaa waxa uu go'aan qar iska turrima ku tilmaamay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku saabsanaa in shir degdeg ah markaas la isugu yimaado wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cayntaha ayaa dhaliilay tallaabada uu madaxweyne Farmaajo ugu baaqay shir uu la yeesho madaxda maamul goboleedyada kadib markii uu shalay la kulmay xubno ka socda beesha caalamka Cabdiraxmaan Cayntaha ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Facebook ku sheegay inay jab tahay in madaxweyne Farmaajo uu cadaadiska iyo canaanta beesha caalamka uun wax markaas ku qabto intii uu miiska wada hadalka la fariisan lahaa madaxda isaga markaasi hoos yimaada amaba xubnaha kala ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waa markii labaad lix bilood gudahood oo uu madaxweyne Farmaajo cilaamiyo kulan wadatashi ah oo uu la yeelanayo madaxda dowlad goboleedyada kadib marka ay danjiryaal shisheeye fariimo canaan iyo ceebeen isugu jira hawada u soo mariyaan cagajugleen dadbanna markaasi ku laraan ayuu yiri Cayntaha waxaa kale uu yiri dhaqankan wuxuu jab ku yahay sharafta iyo karaamada guud ahaan dowladnimada dalka gaar ahaan maqaamka madaxweynaha ugu dambeyntii Cayntaha waxa uu yiri muwaadin kasta wuxuu ka jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu garto inuu iskiis ula kulmo dadka uu madaxweynaha u yahay aragti ahaan ka soo horjeeda kana markaasi garaaba tabashooyinkooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay qoraal soo saaray ayaa markaasi si degdeg ah waxa uu ugu baaqay inay shir isugu yimaadaan madaxda Soomaaliyeeda ugu dambeyntiina Kenya ayaa beenisay eedeen markaasi kaga timid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dowladda Kenya ayaa markaasi gaashaanka ku dhufatay eedeenta kaga timid dhiggeeda Soomaaliya ee la xiriira inay hubeynayso jabhad uu hoggaaminayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaran afhayeenka xukuumadda Nairobi ninka la yiraahdo Cyrus Uguna oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa uu markaasi carabka ku dhuftay in sheegashooyinka Muqdisho aysan sal iyo raad toona lahayn dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in dagaalkii 25-kii Janaayo 2020 ka dhacay magaalada Beledweyne ay ka dambeysay jabhadaas balse Nairobi iyo Kismaayo way iska fogeeyeen eedaas dhanka kale Uguna ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdiisa aysan marnaba diyaar u ahayn inay ka shaqeyso xasiloonida gobolka Geeska Afrika si lamid ahna aysan faragelin ay ku haynin arrimaha gudaha Soomaaliya isku dhacyadii Beledweyne ayuu hoosta ka xariiqay in dowladdiisa ay si dhow ula socoto balse ma soo bandhigin tallaabooyin markaasi uu qaadayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hortimid warbixin ay soo saartay guddi igaad ay u xil saartay xisadda Soomaaliya iyo Kenya waxayna markaasi ku qeexday mid hal dhinac dhanka kale Kenya waa ay soo dhaweysay warbixintii guddigaas halka Djibouti ay difaacday warbixinta kuna sifeysay in ay ahayd markaasi warbixin dhexdhexaada dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa markaasi waxa ka dhaxeeya xiriir aan wanaagsanayn
iyadoo dawladda Soomaaliyana ay mar hore xiriirka u jirtay dhiggeeda Kenya. Gudaha warkii subax inaga intaan markala kulmi doono nabadgelyo.